يا راحلين يا راحلين يا راحلين يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. في هذه الأيام كثير من الحجاج يزورون المدينة المنورة، يزورون المسجد النبوي، يزورون قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ذات يوم سألني سائل وقد سألته كم مرة اعتمرت، قال لي 25 مرة. قلت له كم مرة زرت المدينة؟ قال لي لم أزرها قط. لا إله إلا الله. تعجبت، فلما رأى تعجبي قال لي هل زيارة المدينة من مناسك العمرة؟ قلت له بالمعاني الفقهية كلا، لكنها بالمعاني القلبية نعم. إن الذي يشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المدينة التي وطئتها قدماه، إلى الأرض التي مشى عليها، إلى المكان الذي قضى فيه 10 سنين ثم لا يزوره، أخشى أن يكون محروما. إخواني، إن المشاعر أشواق قلبية. المدينة المنورة التي يؤمها الآن مئات الآلاف من الناس ويزدحمون في الروضة الشريفة أمرها عجب. كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى يثرب. ما يثرب في ميزان التاريخ قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت مدينة في شمال الجزيرة يسكنها الأوس والخزرج، يسكنها الأوس والخزرج وثلاث قبائل من اليهود، تمر عليها القوافل إلى الشام وانتهى الأمر. فلما قدم رسولنا صلى الله عليه وسلم كانت المدينة كل شيء. في الصحيح قال أنس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. فلما كان اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، أضاء منها كل شيء، أحبته المدينة بكل ما فيها، رجالها، نساؤها، صبيانها، شبابها، حتى حجارتها. أحد جبل يحبنا ونحبه، حتى الجماد جذع كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم فلما ذهب عنه حن إليه الجذع، سمع له حنين كأنين الثكلى، جذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. اليوم الآلاف يؤمون الروضة ليصلوا فيها ركعتين، إنها مزدحمة ازدحام غير عادي، والله قد تسجد فيها سجدتين أحيانا على ظهر أخيك، ومع هذا الازدحام فيها من اللذة ما لا يعلمه إلا الله. كيف لا وهنا مكث صلى الله عليه وسلم 10 سنين، هنا كان يعلم صلى الله عليه وسلم، هنا كان يخطب صلى الله عليه وسلم، هنا كان يلتقي بأبي بكر وعمر، هنا كان يجيش الجيوش، هنا يستقبل الأمم والوفود، هنا 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 كل شيء، هنا كل شيء. ركعتان في الروضة فيهما ما فيهما من الحنين والأشواق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء إلى المدينة والأنصار تستقبله خرجت المدينة كلها، جاء رسول الله، جاء رسول الله، يا رسول الله ها هنا المنزل، انزل في بيتنا. قال دعوا الناقة فإنها مأمورة. فلما وقفت حيث أمرت كانت في بيت أبي أيوب. يا الله، ما أعظم أجر أبي أيوب وأجل شأنه أن يستضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني، أبو أيوب قبره اليوم في مدينة اسطنبول، شاهد عدل على أن الصحابة فهموا معنى حب رسول الله. أن تنصر دينه ذاك علامة الحب. الأنصار الذين استقبلوه وفدوه بأموالهم وأرواحهم ماذا كانت جائزتهم؟ إن قريشا كذبت رسول الله لكن المدينة استقبلت،
أتدري ما المكافأة التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم إليهم؟ لما فتحت مكة وظنوا أنه سيرجع إلى أصحابه جزعوا، فجمعهم، خطب فيهم خطبته الشهيرة، قال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ يا معشر الأنصار، أما لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم. أتيتنا طريدا فآويناك، أتيتنا فقيرا فأغنيناك، أتيتنا شريدا فآويناك. يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ليسلموا وتركتكم إلى إسلامكم؟ اسمع إلى المكافأة. يا معشر الأنصار، أما ترضوا أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن يذهب الناس بالشاء والبعير، دنيا تذهب، لو أخذ 100 من الشياه، 100 من البعير، ثم ماذا؟ الأنصار جائزتهم عظيمة، أن يذهبوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رحالهم. المحيا محياكم والممات مماتكم. لو سلك الناس شعبا وواديا، وسلك الأنصار شعبا وواديا، لسلكت شعب الأنصار وواديهم. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. هذه جائزة من آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت ما معنى أن تزور المدينة وأن تقف بقبره صلى الله عليه وآله وسلم فتقول له: أشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. يا خير من دفنت في الترب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. زار بعض العلماء قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الناس مجتمعين يزورونه، وعهده في بلده بالقصور الفارهة ليس فيها أحد، فقال بيتين من الشعر: قال لله ميت في المدينة، قبره قصر مشيد من كثرة الزوار. لله ميت في المدينة، قبره قصر مشيد، والقصور مقابر لا أحد فيها. لله ميت كل حي لم يكن بهداه حيا فهو عظم ناخر. يا إخواني، زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها معاني لا تعرف إلا لمن ذهب هناك وصلى ركعتين ووقف عند القبر وسلم، لا تعرف إلا لمن وطئت أقدامه حيث وطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعرفها إلا من زار البقيع حيث بناته صلى الله عليه وسلم ونساؤه صلى الله عليه وسلم كلهن إلا خديجة وميمونة، وحيث أعيان الصحابة 10,000 صحابي في بقيع المدينة دفنوا هناك إلى جواره صلى الله عليه وسلم، حيث أبو بكر وعمر، وحيث المدينة أشواق، زرها لتعرف الخبر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب زيارة المدينة لكل محب مشتاق، وأن نعي علامة حبه. تذكروا أبا أيوب في اسطنبول لينصر دين النبي صلى الله عليه وسلم، وأم حرام بنت ملحان من الأنصار، امرأة قبرها في قبرص، علموا أن الحب الحقيقي أن تنصر دينه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أنصار هذا الدين، وأن يرزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم نلقاه على الحوض فنشرب من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اكتب الحج لكل مشتاق ومشتاق إلى البيت العتيق، وصلى الله على عبده ورسوله سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. يا راحلين راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني والصوت